برحب بمعالي النقيب ومجلس النقابة، وأنا عن نفسي كمحامي وكمهني أؤيد تماما النقيب سامع عاشور لما قام به من إنجازات، والحقيقة أنني أراه رجل المرحلة القادمة، سيما ما يقوم به وما يتعرض له في سبيل الحفاظ على هذه النقابة. فما قام به سامع عاشور مع حفظ الألقاب من تنقية الجداول، من وضع شروط لمهنة المحاماة، كان بناء على طلبنا نحن. ما ينفعش يبقى عندي المؤاخذة حلاق ويحمل كرنيه محاماة. ومن ثم فإن ما قام به سامع عاشور كان مطلبا منا نحن كجمعية عمومية، مطلبا منا نحن كمحامين. ومن ثم أنا عن نفسي بؤيد سامع عاشور كرجل المرحلة. سامع عاشور وقف وعرض نفسه للحبس، وكان معرض ان هو يتحبس وصدر بالفعل عليها احكام، الا انه تصدى للهجمة الشرسة ضد خريج التعليم المفتوح وغيره. والله الانجازات دي كلها في صالح المحامين، واحنا سعداء جدا بيها. يعني زيادة المعاش لمعهد المحاماة اللي ده بيأهل طبعا المحامين يبقى داخلين، بدل ما كان الاول بيطلعوا من الكلية ما عندهمش الخبرة العلمية والعملية، المعهد ده يأهلهم ان هم يبقى على الطريق الصح في الشغل المحاماة. برضه بزيادة معاش المحامين دي أضافة كبيرة جدا كنا بننتظرها من فترة. أهم حاجة كمان تنقية الجدول، ده شيء جميل جدا جدا، خلى اللي بيستفاد هو اللي بيشتغل في المهنة، بعد ما كان الأول بيستغلها اللي هم خارجين واللي هم ما بيشتغلوش، لا أضاف إن هو اللي شغالين هم المحامين الفعليين، وده حسن مستوى قوي النقابه في ان هي عملت خدمات كثيره قوي للمحامين. فاحنا بنقول للنقيب احنا سعداء جدا بكل الانجازات دي والتطورات اللي حصلت في النقابات، في كل النقابات على مستوى الجمهوريه، ده اضافه برضو. فاحنا بنقول له احنا وراك وربنا معاك، ومن انجاز لانجاز دايما، وبالتوفيق ان شاء الله. انا بشتغل في مهنه المحاماه اكتر من 30 سنه، عاصرت أكتر من نقيب عام للمحامين، والحقيقة أن سيادة النقيب سامح بيه عاشور له جهد رائع جدا في نقابة المحامين، بداية من الهيبة للنقابة وهيبة المحامي والحفاظ على مكانة المحامي، مرورا بالتشريعات المؤثرة واللي كانت بتصب في مصلحة السادة المحامين في عموم مصر، فضلا عن دوره في اتحاد المحامين العرب ومكانته السياسية. فهو رجل نقابي سياسي وضع نقابة المحامين في الصفوف الأولى للنقابات المهنية في مصر، وأعاد لها هيبتها وكيانها. وأنا شخصيا بأرى أن سامح بيه عاشور خير نقيب للمحامين في الفترة اللي فاتت والوقت الحالي والوقت القادم أيضا. والله النقيب عمل إنجازات كبيرة جدا وعظيمة، رفع المعاش ودي كانت حاجة سابقة، يعني رفعوا بحاجة حتى تخلي المحامي يقدر يعيش في مستوى كويس نظير خدماته ونظير تاريخه في المهنة، يعني كده. فدي كان إنجاز عظيم جدا. برضو معهد المحاماة شيء جميل جدا وعظيم، على أساس أن بيدي فرصة للمحامين الشباب يطوروا من نفسهم ويبقى عندهم خلفية، ما يبقوش إيه تحت بند المكاتب الأخرى ويتعرضوا لأمور أو لسلبيات كثيرة. دي بالنسبة للإنجازات. وطبعا مشروع العلاج ده موضوع مهم جدا جدا، ويعني وترفع سقفه دلوقتي بدأ يزيد خالص عن وخاصة الأمراض المستعصية، فدي حاجة حلوة جدا للمحامي والكرامته، وتخليه برضو يعني النقابة عملت لنا وضع جميل ووضع وديت لنا قيمة، وخاصة النقابات الفرعية بتاعتنا ممتازة جدا وبتأدي لنا الخدمات. والحقيقة أن معهد المحاماة ده كان فكرة جميلة جدا جدا، وكنا بنتطلع ليها من سنة 79 و78 من أيام أنا ما دخلت هذه المهنة. والحقيقة أن النقيب سامع عاشور اللي أنا دايما بسميه البرنس، دايما بسميه البرنس، هو اللي حقق هذه الفكرة
وبدأنا السنة اللي فاتت خرجنا دفعة حوالي 150 طالب من المعهد. وفكرة المعهد خلاص هو بقى سنة على المعهد، الدورة اللي جاية دي بس، بعد كده تبدأ الأكاديمية. ودي فكرة جميلة جدا جدا جدا، وبتأهل المحامي. المحامي مش أقل من وكيل نيابة عشان يروح أكاديمية، أو أقل من أي واحد في الهيئات القضائية. المحامي لما يقعد في الأكاديمية سنتين بعد الليسانس تبقى حاجة كويسة جدا جدا جدا، هيؤهل للعمل في المحاماة، هيتولى الأكاديمية دي، هتبقى مستقلة، لها إدارة مستقلة، لها عميد، هتبقى بمثابة أكثر من معهد فوق العالي بعد الليسانس. هتبقى الأكاديمية ده جميلة جدا جدا، وفكرة جميلة جدا جدا، بحيث أن المحامي يدخل على مهنة المحاماة وهو متعلم علميا وعمليا.